منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال أحد الجهات الثلاث المنظمة لهذه الورشة الإعلامية، والقصد منها هو التركيز على حضور القضية الفلسطينية في وسائل الإعلام. كيف يمكن لنا كإعلاميين عرب أن يكون لنا دور بارز في تقديم القضية الفلسطينية ليس فقط إلى شعوبنا وإنما إلى كل العالم من خلال العلاقات التي نمتلكها كمؤسسات؟ ولا شك أن المغرب له دور رائد في دعم القضية الفلسطينية تاريخيا، سواء في عهد جلالة الملك محمد السادس أو من قبله في عهد جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، ونحن نحاول أن نعزز هذا الدور من خلال العلاقات المغاربية بالدول الإفريقية أو بالدول الأوروبية ومنظمات والمؤسسات الدولية. المغرب هي الحاضنة للقضية الفلسطينية رغم بعدها الجغرافي، هي الأقرب دعما لهذه القضية الفلسطينية، ونحن مطمئنون لأن هذه القضية هي قضية وطنية مغربية داخلية، وفلسطين موجودة بالمغرب كما هي المغرب حاضرة في قلب القدس في حي المغاربة منذ مئات السنين. العلاقة ليست عابرة، هي علاقة عميقة وقوية، وهذا يطمئننا. ولكن هذا المؤتمر جاء بالمغرب لينقل رسالة ليس للمغرب وإنما للأمة العربية والإسلامية، وفي بعد العالمي والإنساني لنقل الحقائق والمفاهيم حول القضية الفلسطينية، حول عدالة هذه القضية، حول الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، الممارسات، الاحتلال الذي هو يعتبر أطول احتلال. وفي هذه الرسالة نعمل أن تصل وتعجل في إنهاء الاحتلال وبإزالة هذا الظلم وبإقامة الدولة وعاصمة القدس إن شاء الله. الإعلام العربي اليوم مشغول، هناك ما أشغل به انقسامات، حروب طائفية، فقر، ظلم، قهر. رغم كل هذا الانشغال دائما تلمس في الإعلام المغربي والإعلام العربي غير الرسمي نوع من الانتماء والأصالة التي نفتقدها في الإعلام الحكومي. الصحفي المغربي بشكل عام، لم أجد صحفي مغربي حتى اليوم إلا ولديه حنين، جرعة أعلى من الجرعات التي نشاهدها في العالم العربي، ربما بسبب العلاقة التاريخية بين المغرب وفلسطين. أحفاد أحمد الغماري، وهو الرجل المغربي ابن عبد السلام مشيش الذي حضر إلى فلسطين فترة الحروب الصليبية وأقام فيها، نتحدث اليوم عن 42 عائلة، مئات الألوف من البشر هم أبناء أحمد الغماري. كل هؤلاء أصولهم وعواطفهم مرتبطة بهذا البلد، وفي المقابل نرى في المغاربة حب عجيب للشرق ولفلسطين. أعتقد أن الظروف التي عاشها العالم العربي أثرت على حضور القضية الفلسطينية في الإعلام المغربي والإعلام العربي بصفة عامة. أغلبية الدول أصبحت مهتمة بشؤونها الداخلية، العدو الرئيسي الذي كان العالم العربي والإسلامي هو إسرائيل توارى، وأصبح هناك أعداء للدول مع بعضها البعض للأسف. وكانت هذه الورشة التي نظمناها مع منتدى فلسطين الإعلام، أصلا منتدى فلسطين الإعلام خلق لإعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الإعلام العربي، هذا هو سبب وجوده. وبالتالي فنحن انخرطنا معهم، حضرنا في إسطنبول وكانت عندنا مبادرة رسمية ومدنية من المغاربة الذين حضروا، ووقعنا شراكة فيها تقريبا 6 مشاريع. من هذا المشروع الأول الذي رأى النور اليوم لمحاولة المساهمة في عودة هذه القضية الفلسطينية، إخراجها من الوجدان يتابت في الوجدان المغربي إلى واقع الاهتمام الإعلامي، سواء في الإعلام التقليدي أو في الوسائط التواصل الاجتماعي في الإعلام الجديد. المغرب سباق في انتصار القضية الفلسطينية، والتي تعتبر بالنسبة إلينا في مصاف القضية الوطنية الأولى، هي قضية الشعب المغربي طيلة عقود وهو مرتبط بها، والإعلام المغربي لم يشد عن هذه القاعدة. لكن اليوم هنالك تحولات، القضية الفلسطينية تتراجع إلى الخلف بفعل ما تعرفه المنطقة العربية من هزات. هنالك تحول رقمي رهيب جعل القضية الفلسطينية يعني
تتوارى أيضا لأن الوسائل التقليدية قاصرة عن دعم القضية على مستوى الإعلام والرأي العام. أيضا هنالك سياسات لتستهدف تهويد القدس، وهنالك مواقف على المستوى الدولي لدعم هذه السياسات الإسرائيلية. فالمطلوب هو أن يواكب الإعلام هذه التحديات، خاصة وأن هذه السياسات المتخذة من طرف إسرائيل بدعم الإدارة الأمريكية فيما يتعلق باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، هذه السياسات تشتغل على تزييف الوعي العام، ولهذا لا بد من مواجهة ذلك والتصدي له.